أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور، قد طال الوقت ولا يسعني أن أطيل عليكم الكلام، ولكن إنني في هذه المناسبة الطيبة قد سعدنا كلنا ببرامج شيقة رائقة وبمحاضرات قيمة غالية في وقت قصير باعتبار ما لها من قيمة وما لها من ثروة. الوقت قد استغرق لست ساعات، ولكن في هذه الساعات الست قد استفدنا أكثر من ست سنوات إن شاء الله تبارك وتعالى. فأخيرا بدون إطالة الكلام، إنني أنشد أتمثل ببيت قالها أحد الشعراء لدار العلوم، لإحدى دار من ديار العلوم التي جددت اللسان العربي. فإنني أتمنى وإن شاء الله سيصدق ظننا هذا في هذه الدار العريقة في اللغة العربية وفي التراث العلمي. قال الشاعر في إحياء لغة العرب: وجدت فيك بنت عدنان دارا، وجدت فيك بنت عدنان دارا. بنت عدنان كناية عن اللغة العربية. وجدت فيك، يخاطب الشاعر إحدى الجوامع، وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب. وقد أشار إليها ضيفنا الكريم أستاذنا وأستاذ كثير من الأساتذة الشيخ علام الدين الندوي حفظه الله ورعاه، إلى نقطة مهمة، إلى نقطة بليغة بغاية من الندرة، أننا نعتبر ونعتمد في اللغة العربية على الكتاب والسنة وعلى المصادر الأصيلة، لا إلى ما يحدث كل يوم من آلاف ومن أحداث، لأن اللغة العربية الفصحى هي لغة العرب الفصحى، وهم أقدم العرب، ولغتهم هي الحجة. وإننا في تلك المناقشة قد استعرضنا هذه الآراء الجديدة التي تثار يوما فيوما، أن نذهب إلى دور جديد وإلى أسلوب جديد للغة العربية. لا، اللغة العربية قديمة، وإن القرآن الكريم قد خلدها وأبقاها إلى يوم القيامة وإلى ما بعد يوم القيامة. فأخيرا أشكر الجميع وخاصة ضيوفنا المكرمين الأستاذ الفاضل علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه، وكذلك الأستاذ مفتي محمد أمين الغدروي الندوي حفظه الله ورعاه، وكذلك الشاب البارئ الأستاذ كريم الله الندوي، وكذلك جميع الحضور والمستمعين والضيوف الكرام. شكرا جزيلا بأعماق قلبي أصالة عني ونيابة عن هذه الدار العريقة، فجزاكم الله أحسن الجزاء، وجزى الله كذلك الأساتذة الذين قد ساهموا إسهامات كبيرة في إسعاد هذا البرنامج، فجزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.